بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهارده ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة مباراة كرة السلة رجال الأهلي وسموحة في الجولة السابعة من دوري السوبر. الحقيقة هي دي الجولة السابعة ولكن دي سادس مباراة في الدور الأول، لأن في مباراة مؤجلة كان يوم الجمعة يوم وفاة معالي الوزير العام فاروق، وطبعا اتحاد السلة مشكورا اللي بنشكره على هذه اللمسة، أجل المباراة واللي هتتلعب إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، ولكن هي المباراة الجولة السابعة ولكن هي السادسة للفريق. الفريق الحمد لله خمسة فوز والنهاردة الستة إن شاء الله يكون الفوز السادس. الحقيقة النهاردة مباراة مهمة طبعا بكل المقاييس، وطبعا استكمال المباريات، يمكن آخر مباراة كانت الاتحاد السكندري والفوز خارج ملعبنا، كان مباراة مهمة معنويا. في البدايه قبل ما اروح للمباراه يتناولها فنيه وتحليليه، لازم ارحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو، الكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بجمهورنا جمهور النادي الاهلي. طبعا بنرحب بكابتن نبيل بخيت نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن نبيل، مشرفنا. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بجمهور النادي الاهلي وبقناه النادي الاهلي. الحقيقه قبل ما ابتدي الاستوديو التحليلي واروح له، لازم اعرض مع حضراتكم، يعني احنا كنا دايما بنقول ان التحكيم يعني في كره السله مهم جدا، والتحكيم ممكن بصفاره واحده يعني يرجح كفه احد الفريقين بشكل كبير جدا، ممكن صفاره واحده يعني تغرمك او تخسرك 8 9 بونت متتاليه. واكبر مثال على ذلك هنعرض لحضراتكم لقطه في نهايه الشوط الثالث او الفتره الثالثه في مباراه الاهلي والاتحاد السابقه، وهنشوف ازاي قرار التحكيم اللي جانبه التوفيق كلف النادي الاهلي الكثير. يعني بصوا يا جماعه، الكره دي هايس كريم من عمر طارق، بيلف بيعمل رول، ما عملش اي حاجه، عمر طارق بيستلم الكره، خد فاول على فاول مهاجم. طبعا انا هنعيد الكره اكتر مره وهتشوفوا فاول مهاجم. طبعا عمر طارق مستغرب جدا من الفاول، ايهاب امين بيتكلم مع الحكام، هنستكمل مع بعض نشوف الحكم عمل ايه، توجع نصف الملعب، الفتره الثالثه انتهت، ايهاب امين بيكلمه ان الكره مش فاول، فيعني الكره جانبها التوفيق، فبيكلم الحكم وايهاب امين سابه ومشي خلاص. ايهاب امين رايح على البنش اهو، انتهى الموضوع خلاص، راح بيتكلم بيقول يا كابتن طب بص، طب بيراجع الحكم لان القرار قال مش انا اللي سفرته، فبيكلم الحكم بيقول له يعني خد بعضه ومشي. بص بقى بعد ما مشي خطوه 2 3 4 تيك، تكنيكال فاول. ادي صفاره تاني، عشان الصفاره الاولى غلط ما ادتنيش حقي، الصفاره اللي بعديها غلط. طب نبص مستر اجوست نزل، يا جماعه ما هو انا دلوقتي انت بتديني اتنين لعيبه مهمين عندي، فاجوست بيبص له بيقول له ازاي هو في ايه طيب، يعني راح تيك تكنيكال فاول لكابتن مستر اجوست تاني. انا بجد يعني هسيب حضراتكم تشوفوا اللقطه وانا هعلق عليها. يعني اهو لسه مستر اجوستي بيتكلم اهو، بيقول يا جماعه طب ازاي، بيتناقش اهو، نفس الحكم نفس حكم المباراه هيروح تك مديله التكنيكال فاول التاني. طب هنعيدها بقى تاني يا جماعه، بصوا اهو عمر طارق بيلف اهو، بص مين اللي ماسك دراع عمر طارق، مين اللي ماسك دراع عمر طارق، صفاره غلط، صفاره غلط، هو هيزق لعيبه اقصر منه ليه؟ يعني انا هزق لعيبه اقصر مني ليه؟ ما حصل سويتش في اللعبه دي، الطويل خد القصير والقصير خد الطويل، فالنهارده انا بعمل بزق ليه؟ مش محتاج ازق. فالمدافع الاتحاد راح ماسك ايد عمر طارق، راح مصفر عمر طارق، صفاره غلط كلفتك صفاره في تكنيكال فاول على ايهاب امين، في تكنيكال فاول على اجوستي، يعني صفاره غلط كلفتك 4 بونت مينيمم، باسكت كنت هتحطه وبونت للاتحاد او وبونت تاني للاتحاد، 4 بونت. طب يا جماعه ده يعني طب هو ده نموذج التحكيم، بصفاره ممكن والمباراه بتخلص بونت 2 بونت، صفاره تكلفك قد ايه؟ فهو ده الكلام اللي انا بقوله، يعني ان الحكام محتاجين يكون في تركيز اكتر، محتاجين يكون في يعني تركيز وحضور في المباراه اكتر من كده. ما بتشوفش الغلطات دي الحقيقه مع الحكام الاجانب. كابتن سلعاوي يعني معلش انا برضو محتاج راي حضرتك عن الهجمه دي، وازاي دور التحكيم مؤثر في مباراه مهمه زي دي. هو بصفه عامه دور التحكيم مؤثر في كل حاجه، لان دور التحكيم هو العمود الاساسي اللي بيقدر جميع المباريات تقوم عليه، وبمثابه العدل بالنسبه لجميع الفرق. فالكرة دي قد تكون الحكم زاويته أو حسبها من زاوية غير مرئية بالنسبة لي، بس يعني قد تكون غير سليمة وقد تكون سليمة، ولكن أنا بقول يا كابتن ده رفع إيده، يعني أنا زقه ده هو رفع إيده بيبعد، يعني معلش يا كابتن سلعاوي أنا بتكلم، يعني أنا ممكن في حاجات أقول أو لأ، طب خد رأي الحكام التانيين،
يعني خد راي الحكام التانيين في الحاله دي، اللي هاخد راي الحكام التانيين لا يبص للمونيتور. ما هو مفيش بقى، مفيش اي ار اس. الار اس طيب دلوقتي مفيش اي ار اس، طب ما اكلم الحكام التانيين. يعني انا مش شايفها من زاويه، يعني الكره واضحه جدا ان هو رافع ايده بيستلم على ايده اليمين، انا هزق بايدي الشمال ليه؟ ولا يا كابتن نبيل يعني حضرتك سنتر ويعني تقدر تحكم؟ هو بص انا بالنسبه لي شايف ان هي ما فيهاش فاول، لكن برضه ممكن الحكم نتيجه ان هو واقف ورا اللعيبه ممكن يحسبها، لكن الغلط في ان هو بعد ما مشي ايهاب امين ووصل لغايه المكان البنج وفي نفس الوقت راح مديله تكنيكال فاول، ده اللي ما كانش ليه لازمه خالص، يعني مش عارف هو ليه انا صفرت ابعد بقى خلاص. هو خلاص بعد، هو خلاص بعد، يعني هو كلمه ماشي وانت سمحت ان هو يكلمك والراجل مشي ووصل لغايه مقاعد الايه بدلاء، ليه اديت تكنيكال فاول؟ يعني ليه تعمل حاجه زي كده تسير الفرقه وتضطر طبعا كابتن اجوستي يعترض؟ ما لهاش اي لازمه يعني. اديني حقي وانا مش هعترض. يعني اديني حقي انا مش هعترض، ما عنديش مشكله، بس اديني حقي وبعد كده لما اعترض تروح مديني تكنيكال فاول. طب فين العدل؟ فين العدل هنا؟ يعني هو ماشي، انا ممكن اسمح بالخطا الاولاني نتيجه ان هو ما شافهاش اعتقد اي حاجه، لكن الخطا الثاني وترتب عليه الخطا الثالث ده كان بصراحه كان غير موفق فيه خالص. اتمنى يعني الحالات التحكيميه دي تستفاد منها حكام مصر، واتمنى ان لجنه الحكام تشوف الحاجات دي وتقوم، مش عيب. الحكم هو عنصر من عناصر اللعبه طبعا. واحنا ما بنشوفش المشاكل دي مع الحكام الاجانب خالص، يعني ما بنشوفش الاعتراضات دي من الحكام الاجانب ولا بنشوف الكور دي من الحكام الاجانب. محتاجين يعني نتعلم من اخطائنا، ومش عيب، مش عيب الحكم المصري او الحكامنا المصريين كلهم يعني على قدر عالم الفنيات، بس مش عيب ان انا اتفرج على نفسي واقول ان انا لا كنت مخطئ، كنت صح، كنت غلط، وهكذا. نرجع لمباراتنا كابتن سلعاوي النهارده، مباراه الاهلي وسموحه بعد انتظار مهم. نادي الاهلي في الاتحاد الاسكندري، اسكندريه منذ فتره طويله نادي الاهلي يكسب اسكندريه او الاتحاد الاسكندري في الشاطبي. مباراه النهارده مهمه ازاي للاهلي ولسموحه؟ طبعا النادي الاهلي الاسبوع اللي فات كان اسبوع عنده صعب شويه، كان عنده مباراتين خارج الديار، كان عنده مباراه سبورتنج في اسكندريه وقدر يفوز فوز كبير على سبورتنج في ارضها، وكان بعديها تلاها بيومين مباراه الاتحاد الاسكندري. اعتقد ان الاهلي ادى المباراه بصوره جيده جدا جدا، وبرغم ان هناك اصابات في الفريق، لكن ال 12 الموجودين بيسدوا ويقدروا يبقى يخلوا النادي الاهلي في وضعه الطبيعي. نادي الاتحاد طبعا على ملعبه صعب، على والنادي الاهلي بقاله فتره ما كسبش الاتحاد جوه ارضه. معظم مكاسب الاهلي للاتحاد كانت في صاله الدكتور حسن مصطفى او خارج اسكندريه. نعم. لكن الماتش ده او برج العرب، برج العرب او برج العرب ما برضه اسكندريه. لكن الماتش ده معنويا دفعه كبيره جدا للنادي الاهلي. نعم. كابتن سلعاوي يا استاذ حضرتك، خلينا زي ما عودناكم نروح لارض الملعب، صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والزميله العزيزه سلا حامد، عشان كما تعودنا ندي لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا سلا. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار في الاستوديو طبعا الكابتن محمد سلعاوي والكابتن نبيل بخيت، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت طبعا يا كابتن هيثم، هكون مع حضراتكم من ارض الملعب داخل صاله الامير عبد الله الفيصل طبعا، عشان اقول لحضراتكم كل الاجواء هنا واستعدادات يعني كلا الفرقتين، سواء فريق طبعا فريقنا فريق النادي الاهلي او فريق نادي سموحه، قبل مواجهه اليوم، وتعتبر طبعا ختام الدور الاول بالنسبه لفريقنا فريق النادي الاهلي، اخر مباراه في الدور الاول من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. طبعا خلينا سريعا يا كابتن هيثم انقل لحضرتك هنا الاجواء طبعا، يمكن خلينا نبتدي مع فريقنا فريق النادي الاهلي، ويمكن الفريق يعني استعد بشكل طبيعي جدا طبعا مع المدير الفني مستر اجوستي بوش، المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، استعدوا بشكل طبيعي جدا للمباراه. التمرين امبارح كان يعني بشكل طبيعي على نفس الصاله، والنهارده الصبح كان في برضه محاضره فيديو ميتنج، وامبارح كان في محاضره فيديو ميتنج ما بين مستر اجوستي وجميع اللاعبين طبعا الحديث عن المباراه، واتفرجوا طبعا على بعض الفيديوهات وبعض المباريات بالنسبه لنادي سموحه، يمكن اخر مباريتين بالنسبه لهم اتفرجوا عليهم، شافوا طبعا نقط الضعف والقوه اللي عند نادي سموحه. يمكن برضه يعني مستر اجوستي بوش اتكلم عن بعض التعليمات ادها للعيبه في الاجتماع ده، فطبعا الاجتماع ده كان امبارح، والنهارده يعني الفريق وصل لملعب المباراه قبل المباراه بساعه، ويعني زي ما حضرتك طبعا شايف ورايا بداوا عمليات الاحماء، كذلك ايضا يعني فريق سموحه بداوا عمليات الاحماء على يعني الجزء الثاني من ارضيه الملعب، وكمان فريق سموحه وصل امبارح للقاهره ودخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراه، كمان استعدوا بشكل طبيعي جدا طبعا تحت قياده المدير الفني تامر مصطفى.
استعدوا بشكل طبيعي جدا للمباراه، ويمكن النهارده عندهم يعني غياب واحد فقط في القايمه وهو محمد يونس بسبب طبعا الاصابه خلع في الاصبع، يمكن دي الاصابه تعرض لها في المباراه اللي فاتت امام نادي سبورتنج. وكابتن تامر كمان صعد يعني ثلاث لعيبه من ال 18 وال 20 سنه وهم محمد وائل، يوسف الحلواني، واحمد سليمان من ال 20 سنه. يمكن النهارده ان شاء الله هيشاركوا مع نادي سموحه في المباراه بشكل طبيعي. كمان النادي الاهلي عنده اربع غيابات النهارده، عمر عزب ويوسف المعداوي، يمكن كرم سيبوش ان هو النهارده يريحهم مش هيشاركوا في المباراه. وكمان طبعا يعني اللي هيغيبوا عن المباراه النهارده مؤمن طارق خيري بسبب الاصابه طبعا الكسر على مستوى القدم، وبالتاكيد عمرو زهران بسبب اصابته اللي تعرض لها طبعا مع منتخبنا الوطني وهي قطع في الرباط الصليبي. ولكن جميع اللاعبين بشكل طبيعي جدا يا كابتن هيثم هيشاركوا في المباراه اليوم. يمكن طبعا اللعيبه ومستر جاسي بوش يعني بيسعوا طبعا للحفاظ على العلامه الكامله، يمكن فازوا في الخمس مباريات اللي فاتت في الدور الاول، ان شاء الله النهارده هدفهم ان هم يحافظوا يعني على سلسله الانتصارات. ويمكن كمان النادي الاهلي خليه يفكر سادة المشاهدين ان هو في المركز الثاني برصيد 10 نقط، والاتحاد السكندري في المركز الاول برصيد 11 نقطه، ولكن النادي الاهلي متبقي له يعني مباراه واحده مع نادي الجزيره. ويمكن طبعا المباراه دي تم تاجيلها بسبب بالتاكيد وفاه نائب رئيس النادي الأهلي ومعالي الوزير الكابتن عمرو فاروق طبعا بسبب وفاته، كانت في نفس اليوم المباراه، فطبعا تم تاجيل المباراه. ولسه يعني الاتحاد المصري لكره السله هيحدد موعد المباراه قبل بدء الدور الثاني من يعني دوري السوبر لكره السله، وان شاء الله الدور الثاني هيبتدي مع بدايه شهر مارس. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب المباراه اللي فاضله له، مباراه الجزيره والمؤجله طبعا قبل الدور الثاني من الدوري. ولكن يعني النادي الاهلي بيسعى بشكل طبيعي جدا ان هو يحافظ على العلامه الكامله والفوز في المباراه الاخيره بالنسبه له قبل مباراه الجزيره وهي مباراه سموحه. يمكن دي طبعا يعني يا كابتن هيثم كانت كل الاجواء هنا يعني سواء يعني الفريق النادي الاهلي واستعداداته قبل المباراه النهارده، وبتاكيد فريق سموحه واستعداداته، الفريقين بيسعوا طبعا للفوز النهارده. ويمكن يعني دي كانت كل الاجواء والاستعدادات طبعا بالنسبه للفريقين. وانا معاك طبعا يا كابتن هيثم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن، تفضل. سلا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما شفتوا حضراتكم وسمعتم وسلا حامد يعني بلغتنا من ارض الملعب ان في اصابات، ما زال الفريق بيتعرض لبعض الاصابات بزياده. يعني احنا كنا عارفين مؤمن خيري وكمان عمرو زهران، ولكن عزب والمعداوي الاثنين بيغيبوا، الاثنين مزق، يعني واحد مزق في الاماميه واحد مزق في الخلفيه، فاذا اصابات بتضرب الفريق بعنف. ومع ذلك الحمد لله قادر حتى الان الفريق يقف ويتصدر الدوري متاخر، هو طبعا الثاني ولكن متاخر فرق طبعا يعني مباراه عن الاتحاد، لان ان شاء الله مباراه الجزيره المؤجله تلعب يوم الاربعاء. كابتن نبيل اجل حضرتك يمكن الفريق خلينا نتكلم عن الجدول وترتيبه. كابتن نبيل قدامنا اهو، معلش استاذ حضرتك قبل ما نروح للماتش واهميته نتكلم عن الجدول قدام حضرتك، اتفضل. الاتحاد لعب ست مباريات، فاز في خمسه وخسر واحد، الفرق في السكور عنده 74 بوينت، النقاط بتاعته 11. الاهلي خمسه كسب الخمسه، ناقص له مباراه مؤجله مع الجزيره باذن الله يوم الاربعاء نلعبها وباذن الله نكسبها ونبقى متصدرين الترتيب. ليه 70 نقطه فرق وليه 10 نقاط كترتيب، يعني 70 نقطة ده الفرق ما بين اللي عليه واللي ليه كسكور. بالنسبة لسموحة اللي هنلعبها النهاردة هي بتحتل المركز الخامس، عندها فوزين وأربع خسارات، اللي عليه واللي ليه في فرق 14 نقطة بالسالب، وهو هو نقاطه 8 نقاط. ده بالنسبة للنهارده. طبعا الزمالك في المركز الثالث، السبورتنج في المركز الرابع، الجزيره في المركز السادس، هليوبلس في المركز السابع، الاتصالات في المركز الثامن والاخير. نعم، يعني الجدول يعتبر متوقع يا كابتن بيتهيألي، يعني ما كانش فيه مفاجآت، والاهلي والاتحاد طبعا بيتصدروا ترتيب الجدول. ان شاء الله الاهلي هيبقى الاول بعد باذن الله في حاله فوزه بمباراه النهارده ومباراه الجزيره. الزمالك يعني جه في المركز الثالث وده برضه متوقع، سبورتنج عامل موسم كويس جه في الرابع، يعني سموحه الجزيره يمكن هو المفاجاه شويه. الجزيره فاضل له برضه مباراه، بيتهيألي ان هو لو يعني لا بعد ما يلعبها ممكن يطلع درجه لفوق. طب المفاجاه برضه كابتن هيثم اليوبلس عشان دخل في الثمانيه كبار. طب هو كابتن نفس السنه دي نفس السنه اللي فاتت السابع والثامن هيلعبوا الاول والثاني تحت ولا نفس الكلام؟ هيلعبوا نفس الكلام، هيلعبوا التاسع والعاشر. هيلعبوا التاسع والعاشر، انا بقول لك اول اثنين تحت، التاسع والعاشر في السته اللي تحت هيلعبوا ماتشات على التاهل
البلاي اوف مظبوط ولا انا غلطان؟ لا مظبوط. طيب ليك تعليق على جدول البطوله يا كابتن؟ لا 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 تمام. طيب خلينا نروح لقائمه الفريق، قائمه اللي هتخوض النهارده المباراه. كابتن نبيل استاذن حضرتك، نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه الفريق، قائمه اللاعبين للنادي الاهلي اللي هتخوض المباراه النهارده. اتفضل يا كابتن. بالنسبه لقائمه النادي الاهلي، عيسى ليونز نمره 2، ايهاب امين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، سيف سمير 8، مصطفى مكاوي كيجو 10، كريم حاتم 11، احمد مهيب 14، محمد طارق خيري 21، محمد ابو الناصر 23، عمر عماد 24، عمر طارق 55. نعم دي قائمة. يمكن لنا تعليق بسيط على القائمة، انه عمر عماد رقم 42، انا اسف مش 24، عمر عماد هيكون النهارده داخل مكان طبعا اصابه المعداوي، وكمان عندنا محمد خيري كمان اكيد داخل مكان الاصابات اللي موجوده، عمر عزب او عمرو زهران، يعني عندنا مجموعه كريم حاتم نفس الكلام، يعني عندنا ثلاثه يعتبروا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي بياخدوا هذه المباراه. وبالطبع جالنا نفس التشكيل نادي سموحه اللي هيكون معانا في المباراة. خلينا نستعرض قائمة لاعبي سموحة، يمكن كابتن استاذن حضرتك بسلامة واستعرضها لأنها لسه جاية لي دلوقتي حالا. فضل فضل. من أرض الملعب عندنا اللاعب أحمد عمارة رقم 7، مازن العزازي رقم 77، مازن المصري رقم 32، وإبراهيم خالد رقم 23، رؤوف صفوان رقم 9، شهاب الدين رقم 30، أحمد فودة رقم 1، نور طلال رقم 35، يوسف الحلواني رقم 38، محمد وائل رقم 18، احمد سليمان رقم 19، احمد خانكا رقم 10. طيب دي قائمه نادي سموحه، الجهاز الفني بيقوده تامر مصطفى، وطبعا مؤمن ابو العينين مساعد، تامر مصطفى مدير فني ومؤمن ابو العينين مدرب عام او مساعد مدرب، وسامي شوقي مدرب، ومي فاروق رئيس باهي رئيس باهي الجهاز، صح كده؟ باهي فاروق، انا اسف، سامي شوقي باهي فاروق، باهي بالظبط، ده الجهاز الفني، باهي فاروق رئيس الجهاز الاداري، محمد زكريا مدير اداري للفريق، ده الجهاز الفني لنادي سموحه. خلينا اقول لحضراتكم ان سموحه حقق انجاز السنه دي بوصوله لمباراه نهائيه في دوري السوبر، ودي كانت انجاز لاول مره في التاريخ تحقق على يد كابتن تامر مصطفى المدير الفني. رايك يا كابتن وتعليقك على الجهاز الفني هنا وهنا وعلى المباراه بشكل عام ما بين الاهلي وسموحه وتوقعاتك؟ هو طبعا الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي ثابت منذ اكثر من موسمين بقياده وستي بوش واحمد الجرحي ودياستي. لكن جهاز سموحة اعتقد اتغير السنه دي، جه كابتن تامر بدلا او معلش يا كابتن سلاوي انا هرجع لحضرتك تاني، بس طبعا اللي بيتعرض على الشاشه دلوقتي ده الجهاز الفني للنادي الاهلي، طبعا المدير الفني كلنا عارفين وحافظين، مستر اجوستي بوش المدرب العام، كابتن احمد الجرحي، رامي دياستي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل اصابات، ده الجهاز الفني، واستكمالا له احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، وعلاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، وحامد الكاس المهمات. اتفضل كابتن سلام. وده طبعا جهاز ثابت منذ فتره طويله ما يقرب من الموسمين. اصابات في 4-5 اصابات، اعتقد ان الدكتور احمد حسن بيعمل مجهود كبير لاعاده المصابين، ولكن جهاز نادي سموحه اتغير السنه دي، جه كابتن تامر مصطفى كوجه جديد بالنسبه كمدير فني، استطاع ان يعمل فرقه كويسه، فرقه جيده، وصلت مع النادي الاهلي لنهايه الدوري المرتبط. نعم الموسم ده. نعم هو ده انجاز كويس لنادي سموحه اكيد طبعا. ومحسوب لتامر مصطفى اللي ارتدى يوما من الايام كلاعب في النادي الاهلي، طبعا كان لاعب وكان زميل ملاعب معايا. كابتن نبيل دلوقتي احنا نادي الاهلي حتى متى او الى اين، يعني الى اين سيستمر النادي الاهلي يتلقى الاصابات؟ والحقيقه مستر جوستي بوش الان حتى الان ناجح انه يمتص او يعني يمتص الصدمات دي بتوفير البديل، بس يعني الموضوع بقى صعب وبقى كتير. النهارده دخل معانا المعداوي، دخل عزب، دخل عمرو زهران، موجود المعداوي، فاربع لاعبين من قائمه اصلا انت 15 لاعب، موضوع صعب. شايف لغايه امتى نقدر نتحمل؟ انا يعني عارف ان النادي الاهلي ومجلس الاداره مخطط ان هو برضه يغير الارضيه بتاعه الملعب، لان ارضيه الملعب بالنسبه لنا بقى لها فتره مش كويسه وبتؤدي الى اصابات كتيره، وكان هيتم تغييرها السنه دي،
بس دخل الموسم ويعني يعني حصل ان اتاخر شويه فدخلت الموسم فيعني يعني زي ما تقول عملوا لها كده بريبريشن يعني تجهيز بحيث ان هو بس نقدر نلعب عليها الموسم ده. واعتقد ان هي من الموسم الجاي ممكن تتغير وده هيفرق معانا. هل يا كابتن يعني تعتقد ان كل الاصابات اللي موجوده سببها الملعب؟ يعني معلش النهارده انا بفكر مع حضراتكم برضو اسمع راي كابتن سلاوي. النهارده لما يبقى عندي مثلا لاعب صليبي مع المنتخب ملهاش علاقه طيب النهارده عندي اتنين مزق، المزق النهارده يعني انا ممكن يعني ممكن اقول الارضيه ممكن تفرق في الركب شويه لو عندك خشونه عندك حاجه ممكن في ظهرك، انما النهارده انا عندي المعداوي وعندي عزب مزق. طب النهارده بس كلهم حصلوا في الملعب يعني حتى مؤمن يعني احنا كنا بنتفرج على التمرين ومؤمن اتصاب في الملعب واحنا يعني يعني برضو يعني لعيبه كتير بتشتكي من في جميع الالعاب من الارضيه. فانا برضو يعني انا مش على حاجه بس انا شايف ان دي جزء لكن طبعا مش كل حاجه يعني طبعا في قدر وفي ان ممكن اللعيبه بتصاب عادي بس انت بنتكلم على كثره الاصابات وشكوه اللعيبه من من الاصابات يعني. طب كابتن سلاوي راي حضرتك ايه خاصه النهارده القايمه والاتحاد حاطين القايمه من 15 لاعب ولاعب محترف يبقى انت عندك 14 لاعب، بس هل جاء الوقت يعني ان بقى اللوائح تتغير ويسمح لي بقايمه اكبر شويه من كده؟ يعني النهارده انا عندي 14 لاعب بس مصري، طب ايه المشكله بخليهم 18؟ يعني ايه اللي هيدير مثلا ان انا اخلي قايمه الفريق لكل فرق الدوري 18؟ عايز اسجل 14 يا باشا اسجل، بس ايه المشكله لما انا ازود عشان يعني تحسبا ان الموسم طويل وبيحصل اصابات؟ طبعا كلام مظبوط 100%، الموسم طويل، الموسم فيه اكتر من بطوله، الموسم بيحتاج انك تبقى فيه تغيير على طول يكون عندك بنش قوي، مش كل الانديه قطاعات الناشئين فيها قويه، فدي بتعمل عمليه اجهاد للمدير الفني. عندك لو مش قطاع الناشئين في النادي الاهلي قوي وفي المراحل السنيه سواء 16 او 18 او 20 ما كانش يقدر صحيح، وخاصه انك انت القايمه بتاعتك مش مكتمله اصلا. بالظبط هو ده اللي انا بقوله يا كابتن، دي المشكله الاساسيه. بس خلاص يا شباب شوف حضرتك لحظات التسخين خلاص وتوجهوا اللاعبين الى مقاعد البدلاء عشان يتلقوا التعليمات النهائيه من كلا المديرين الفنيين. استاذن طبعا كابتن سلعاوي وكابتن نبيل عشان نروح لارض الملعب، بس في الحقيقه انا عايز ملاحظه كده انه قعده البنش اتغيرت يا كابتن، اتنقلت الناحيه الثانيه. ده عشان التلفزيون، عشان التلفزيون مش كده؟ يعني دي ملاحظه ان البنش كان بيقعد في الناحيه الثانيه دلوقتي بيقعد ناحيه الكابتن. خلاص خلينا نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن احمد مناه عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه، ونلتقي بعد الفتره الثانيه اكيد في بين الشوطين مباراه الاهلي وسموحه في الجوله السابعه في دوري السوبر رجال، فالى هناك.